الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل شرح محاضرات كورس Power System Switch Gear and Protection. بنتكلم في هذه المحاضرة عن Over Current Relays، واللي تعتبر من أشهر وأقدم وأبسط أنواع الريليز المستخدمة في Power System. فعرفنا سابقا أن Over Current Protection بشكل عام هي أبسط وأرخص أنواع البروتكشن المستخدمة لحماية Power System Equipment، فعملية الفصل وعزل الفوت باستخدام خاصية الأوفر كارنت تتم عن طريق هذه الأوفر كارنت ديفايسز، ولتشمل الفيوزز والريكلوزرز والبريكرز، وبشكل عام أي ديفايس لها خاصية الفصل عن طريق الإحساس بالأوفر كارنت. فقلنا سابقا إن هذه الديفايسز اللي هي الفيوزز والريكلوزرز واللو فولتج سيركت بريكرز لها خاصية الإحساس بالفولت، وفي نفس الوقت هذه الديفايسز هي اللي تقوم بعملية الفصل، لكن استخدام هذه الديفايسز غالبا يقتصر فقط على نطاق الديستريبيوشن سيستمز. اما بالنسبه لشبكات الهاي فولتج فتستخدم ريليز مع هاي فولتج سيركت بريكرز. فاذا كل ما زادت المتطلبات في السيستم وزادت قيمه الفولتج زادت قيمه الفولت كارنت، وبالتالي يتم استخدام الريلي لاكتشاف الفولت والهاي فولتج سيركت بريكر لعمل الانتربشن بدلا من استخدام الفيوزز او الريكلوزرز. فالاوفر كارنت ريلي هو الريلي اللي يبدا بالعمل في حال ان الكارنت اللي يمر في السيستم زاد عن القيمه المحدده، واللي تسمى البيك اب كارنت. فالاوفر كارنت ريليز تستخدم بشكل كبير جدا لحمايه الباور سيستم ايكوبمنت، سواء كمين بروتكشن او باك اب بروتكشن، لانه اصلا اغلب الفولز في الباور سيستم يصاحبها ارتفاع كبير في قيمه الكارنت. فتستخدم الأوفر كارنت ريليز لحماية الجنريترز واللاينز والبسبارز والترانسفورمرز والرياكترز والكباستر بانكس وغيرها من الإكوبمنت. إضافة إلى أن الأوفر كارنت ريليز تستخدم في الاندستريال سيستمز وفي بعض السب ترانسميشن لاينز اللي لا يمكن حمايتها بطرق حماية متقدمة بسبب تكلفتها العالية، مثل الديستانس بروتكشن أو البايلوت بروتكشن. طيب، الأوفر كارنت ريليز عندها ثلاثة أنواع أساسية، إما تكون Instantaneous Overcurrent Relay أو Definite Time أو Inverse Time. فالInstantaneous Overcurrent Relay ويسمى بالDefinite Current Relay وعنده الـ ANSI Device Number 50 في حال استخدم لحماية الفيس، أما لو كان يستخدم في الجراوند فنضيف هنا على الخمسين حرف G. فالرقم 50 يعني Instantaneous Overcurrent Relay والجي تعني Ground. فخاصية هذا الريلي أنه يعمل بشكل لحظي أول ما توصل قيمة الكرنت لقيمة البيك أب كرنت اللي هي قيمة الكرنت اللي مضبوط على هالريلي. وطبعا هنا لا يوجد أي intentional time delay، يعني لا يوجد time delay متعمد أو مقصود. طبعا دائما يوجد time delay لابد من وجوده، تقريبا عدة ملي سكند، وتشمل الوقت اللي يحتاجه الريلي عشان يبدأ يشتغل. فهذا الوقت القصير لا يمكن أن الريلي يتجنبه، وهذا معنى intentional time delay. فهذا النوع من الريليز مناسب للسيستمز اللي فيها هاي فولت كارنتس، واللي يجب ان يحصل لها كليرنج في وقت سريع جدا لتجنب اي دمج الايكوبمنت قد يسببها هذا الفولت كارنت. وطبعا الانستنتينيوس ريليز لا تناسب السيستمز اللي فيها ترانزيانت فولتس، لان في ترانزيانت فولتس او الاعطال العابره نحتاج الى بعض التاخير الزمني في عمل الريلي على امل ان الفولت قد يزول بشكل طبيعي. هنا الـ Time Current Characteristics للـ Instantaneous Over Current Protection، هذا الـ Current Axis وهذا الـ Time Axis. من هنا تبدأ قيمة الـ Pick Up Current، فأي قيمة هنا هي أقل من قيمة الـ Pick Up Current فما يحصل أي Initiation للـ Relay Tripping. أما لو زادت قيمة الـ Current عن قيمة الـ Pick Up Current، سواء كانت الزيادة صغيرة مثلا هذه النقطة أو الزيادة كبيرة جدا مثلا هنا، ففي كلا الحالتين الريلي بيفصل بشكل لحظي. وطبعا هذه قيمة الديلاي القصيرة جدا اللي لابد من وجودها في عمل الريلي. النوع الثاني من أنواع الأوفر كارنت ريليز هو الديفينيت تايم، ورمزه مثل الانستنتينيوس ريلي 50، وعمله بالضبط مثل الانستنتينيوس ريلي، لكن هنا يوجد intentional time delay، يعني تأخير زمني مقصود في عمل الريلي. فلعمل الديفينيت تايم أوفر كارنت ريلي لابد من توفر شرطين. الشرط الأول اللي هو نفس شرط Instantaneous Over Current Relay، إن الكرنت اللي يمر في السيستم يجب أن يكون أعلى من قيمة البيك أب كرنت. أما الشرط الثاني
فلا بد من استمرار هذا الكرنت فترة زمنية محددة واللي هي الديفينيت تايم بغض النظر عن قيمة الفولت كرنت. فبعد هذه الفترة الزمنية الريلي بيعمل تريب، فإذا زمن الفصل ثابت سواء كانت القيمة اللي أعلى من قيمة البيك أب كرنت كبيرة أو صغيرة. يعني مثلا لو كانت قيمة البيك أب كرنت مثلا 10 أمبير والزمن المحدد مثلا 5 ثواني، فهنا سواء كانت قيمة الكرنت 20 أمبير أو 100 أمبير أو 1000 أمبير كلها بيفصل عندها الريلي في نفس الوقت المحدد اللي هي 5 ثواني. فهذه هي فترة التايم ديلي، يجب أن يستمر الفولت كرنت نفس هذه المدة، بعدها يبدأ الريلي في عمل تريب، فما في أي فرق في قيمة الكرنت اللي أعلى من البيك أب فاليو سواء كانت القيمة هنا أو القيمة هنا. نفس الشرط، يجب أن يستمر هذا الفولت لفترة زمنية تساوي التايم ديلي. أما النوع الأخير من أنواع الأوفر كرنت ريليز هو الانفيرس تايم أوفر كرنت ريلي، ورمزه 51 لو كان فيس ريلي يعني موصل على الفيس، و51G لو كان جراوند ريلي يعني موصل على جراوند. فهنا العلاقة عكسية بين زمن الفصل والكرنت، يعني مثل ما شفنا في الفيوز وفي اللو فولتج سيركت بريكرز كل ما زادت قيمة الكرنت صار زمن الفصل أسرع. فالهاي كرنتس حسب الانفيرس كاركترستكس تسبب ان الريلي يعمل تريب في زمن أسرع من اللو كرنتس، وهذا النوع يستخدم بشكل كبير في حماية الديستريبيوشن لاينز. فهنا التايم كرنت كاركترستكس كل ما زادت قيمة الكرنت الأوبريتنج تايم أو التريبينج تايم للريلي يكون أسرع. فهذا النوع عنده عدة أنواع فرعية تعتمد على شدة ميلان الكيرف، فقد يكون نوع الكيرف extremely inverse أو very inverse أو normal inverse، وكل نوع من هذه الأنواع يستخدم في تطبيقات معينة. طبعا في الديجيتال ريليز يتم استخدام معادلات رياضية لحساب زمن الفصل بدلا من الكيرفز، فمثلا هذه المعادلة الخاصة بالIEEE standard وهذه معادلات الIEC. فهنا الصيغة العامة للمعادلة، هنا الأوبريتنج تايم للريلي وهذا ما يسمى بالتايم دايل سيتنج، وهنا الكرنت اللي يمر في السيستم، والIS هي قيمة البيك أب كرنت. أما الكونستانتس A وB وP هي اللي تحدد نوع الكيرف، إما extremely inverse أو very inverse أو normal inverse. فإذا كان extremely inverse نستخدم هذه القيم، ولو كان very inverse نستخدم هذه القيم، ولو كان inverse نستخدم هذه القيم، والتعويض يكون مباشر في هذه المعادلة. وبنفس الطريقة هنا في الIEC standard هذا الفاكتور TMS يعني time multiplier setting. فإذا في الإلكتروميكانيكال ريليز تستخدم منحنيات وبنشوفها بالتفصيل في المحاضرات القادمة، أما في الديجيتال ريليز فتستخدم نفس هذه المنحنيات لكن يتم تمثيلها بمعادلات رياضية. فمثلا لو اخترنا الIEEE مثلا extremely inverse، المعادلة بتكون T تساوي time dial setting مضروب في هذا المقدار. من الجدول قيمة الـ A 28.2 وقيمة الـ B 0.1217 وقيمة الـ B تساوي 2، كل هذه الأرقام أخذناها من هنا من الجدول. فهذه هي المعادلة اللي نرسم بها كل هذه الكيرفز اللي كلها نفس النوع extremely inverse. طبعا هذه المعادلة بالتحديد لا تتعلق بهذه الكيرفز، لكن كمثال وللتسهيل نفرض أن هذه المعادلة تحديدا هي اللي تنتج لنا هذه المنحنيات. فإذا هذا الفاكتور TD أو Time Dial Setting هو اللي يتحكم في تحريك الكيرفز إلى أعلى أو أسفل. فمثلا لو كانت TD يساوي نص هنا بيرسم لنا كيرف بهذا الشكل، ولو كانت TD يساوي 1 بالتعويض في المعادلة يرسم لنا هذا الكيرف، ولو كانت TD يساوي 2 بالتعويض في المعادلة يرسم لنا هذا الكيرف، وهكذا إلى Time Dial Setting يساوي 11. فبتكون هذه المنحنيات فوق بعض بهذا الشكل، كل هذه المنحنيات لها نفس قيمة الكونستانتس اللي هي الـ A والـ B والـ P، الفرق فقط في قيمة الـ Time Dial Setting. وبنفس الكونسبت بالضبط طريقة رسم الـ IEC Curves، لكن الكونستانتس هنا مختلفة والـ Time Dial Setting Factor استبدل هنا بالـ TMS اللي هي Time Multiplier Setting. وطبعا كل هذه الكيرفز هي فقط لنوع واحد، ونقدر نرسم كل الكيرفز الخاصة بالأنواع الثانية بنفس الطريقة بالضبط. فالفائدة هنا إننا نقدر نختار لكل ريلي كيرف خاص فيه لعمل coordination بين الريليز في الباور سيستم، وكل هذه التفاصيل بندرسها فيما بعد بإذن الله. فإذا عندنا هنا أربع خيارات،
إما نتعامل مع معادلات الـ IEC أو معادلات الـ IEEE أو منحنيات الـ IEC أو منحنيات الـ IEEE. طبعاً هنا في هذا الكورس بيكون حل مسائل الـ Coordination اعتماداً على هذه المنحنيات الخاصة بالـ IEEE واللي بندرسها بالتفصيل في المحاضرات القادمة بإذن الله. طيب، غالباً يتم دمج نوعين أو أكثر في Over Current Relay واحد، مثلاً هنا خاصية الـ Inverse مع خاصية الديفينيت تايم أو الانستنتينيوس بروتكشن في ريلاي واحد. فهذا النوع يستخدم بشكل كبير جدا ويسمى Inverse Definite Minimum Time Relay أو IDMT، ويتكون من 2 units Inverse Time هنا في هذه المنطقة، فإذا وصلت قيمة الفولت كارنت لقيمة عالية تكون منطقة العمل هنا، فيكون الفصل هنا إما instantaneous أو definite time حسب التايم سيتينج. أما في هذه المنطقة فيعتمد زمن الفصل على قيمة الكرنت، فهذا النوع يكون inverse time في قيمة الفولت كرنت الصغيرة، ويكون instantaneous أو definite time عند قيمة الفولت كرنت العالية. وطبعا مثل ما ذكرنا يعتبر هذا النوع من أكثر الأنواع استخداما مع distribution lines. فقلنا mixed curve types تجمع عدة خصائص في ريلي واحد، قد يكون combination للinstantaneous والdefinite time، وقد يكون instantaneous وinverse time، أو instantaneous وdefinite time وinverse time، أو definite time وinverse time. فهنا الinverse time مع instantaneous، وهنا الinverse مع definite، وهنا الinverse مع definite مع instantaneous. فسابقا في الالكتروميكانيكال ريليز كانت تستخدم وحدات منفصلة، كل وحدة تمثل نوع معين. أما الآن في الديجيتال ريليز بالإمكان جمع كل هذه الخصائص في جهاز واحد وبطريقة سهلة جدا، بحيث يكون التحكم في أداء الريلي بتغيير المعادلات الرياضية المستخدمة داخل الريلي. فإذا هذا ما يتعلق بمقدمة ونظرة عامة عن الأوفر كارنت ريليز. المحاضرة القادمة بإذن الله بنتعرف على عملية السيتينجز للإنفيرس تايم أوفر كارنت ريليز، فبنتكلم في الجزء الأول من هذه المحاضرة عن أسس وقواعد ضبط الأوفر كارنت ريليز.